سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ مرحبا بكم. في هذه الحلقة ستشاهدون مجموعة من مقاطع الفيديو الرائعة، والبداية مع هؤلاء المغامرين الذين يحاولون مقاومة قوة الطرد المركزي داخل الغرفة التي تدور بسرعة كبيرة. تم إسقاط برج الاتصال بسهولة. يبدو الجنود مستمتعين بالقفز وسط البحيرة. محرك الطائرة قادر على قلب عربة الشاحنة. لهذه الفتاة طريقتها الخاصة في مناداة الدجاج لتناول الطعام. أقلعت هذه الطائرة من مكانها مباشرة دون أن تتحرك نحو الأمام. نجح هذا العامل في إشعال مشعل النفط. رخصة القيادة ليست كافية لقيادة شاحنة في هذا المكان. صغير الغوريلا فخور بقفزته الناجحة. من السهل التعرف على الفرخ المدلل. قام سائق السيارة بحماية راكبي الدراجة النارية من المياه. لم يحسن هذا المغامر اختيار السيارة المناسبة للمناطق الجبلية. سقط غلاف الرصاصة الساخن في المكان الخطأ. يقضي هذا المزارع وقتا ممتعا مع طيور الإوز والدجاج في الحظيرة. بهذه الطريقة يتم هدم خزان ماء قديم وسط المدينة. تصدر هذه الحشرة صوتاً غريباً جداً. لوح تزلج واحد غير كاف بالنسبة لهذا المتزلج. ما ترونه الآن هو مهرجان الفلفل الحار في الصين. كادت السيارة أن تتحول إلى طائرة عند انطلاقها. إلقاء القبض على تمساح يتطلب تعاون العديد من رجال الشرطة. لن يشعر هذان المغامران بالوحدة أثناء القفز المظلي. لهذا السبب يتم منع الكبار من استعمال الألعاب المخصصة للأطفال.
يحاول هذا الرياضي تقليد المشهد الشهير لفان دام بين الشاحنتين. هذا هو التفاعل الكيميائي الأكثر غرابة. سينفذ الزفت من الخزان قبل أن يتم إيقاف التسرب. وجدت الفئران طريقة جيدة للاستمتاع بوقتها. استطاع هذا الرجل حمل 3 فتيات دفعة واحدة. قرر هذا الشاب أن يثبت مهارته في التوازن على الحبل فوق الماء، لكنه لن يتفوق على هذا الشاب الذي يستطيع موازنة جسمه فوق دراجته الهوائية المتواجدة هي الأخرى فوق الحبل. هكذا يبدو الجيل الجديد من رعاة البقر. هذه المركبة تسمح للمزارعين بإمساك الأبقار بسهولة لنقلهم إلى مكان آخر. تبدو هذه الجواميس وكأنها تسير فوق الماء. هذه اللعبة ستجعل أي شخص يصاب بالدوار. حصل الكلب على جولة ممتعة. أما هذا الكلب فلم يأكل منذ فترة طويلة. لا يمكن لأحد أن ينافس هذه الفتاة في رقصة الهولا هوب. لا يستغني هذا الشاب عن بقرته إطلاقاً. نأمل أنه لا ينام فوقها. مشاهدة زبد البحر على الشاطئ أمر عادي، لكن تواجده بهذه الكثافة أمر نادر. تحدث هذه الظاهرة عند تواجد الكثير من المواد العضوية التي تفرزها الطحالب في الماء. يتدرب هذا الكلب على إيقاظ سكان المنزل في الصباح مثل الديك. ألقت الطائرة المروحية الكثير من قطع حلوى الخطمية خلال أحد المهرجانات. نجح القط في الوصول إلى الحليب في أسفل الكأس. يحاول هؤلاء الأطفال لفت انتباه التمساح الضخم. من حسن حظهم أنه لم يقرر مهاجمتهم. تبدو هذه الكتلة الجليدية متناسقة وكأنه تم تقطيعها بواسطة اللايزر. يرى العلماء أن الرياح القوية هي سبب حصول بعض الكتل الجليدية الضخمة على هذا الشكل. نجا الفأر بحياته في آخر لحظة.
حصل هذا الشاب على مشهد جيد بفضل الشاحنة التي حركت الدخان من حوله. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.